ورجعنا لكم بعد الفاصل مكملين معاكم تفسير رؤاكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية مطهرة، ومعانا أبو مريم. تفضل. لو سمحت مع حلمين بس يا شيخ. تفضل. أول حلم حلمت اللي أنا واقف مع جنود من الجيش، والجنود دي أنا واقف وسطهم وهم عمالين بإيه بيسقفوا. تمام، ده أول حلم. الحلم الثاني حلمت فيه غنمة والدة خروف، فأنا جت بعد شوية أشوف الخروف ده قعدت أدور عليه ما لقيتهوش. فالمهم أنا قلت إيه ده، هو باين إيه مات، لأن أنا إيه نسيت أربط مثلا إيه الصرار بتاعه. فقعدت أقول إيه إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أخلفني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. آمين يا رب، آمين يا رب. فجت بعدها لقيته إيه صحى تاني، وهو بدل ما يبقى عمره يوم جت أبص لقيته إيه حلو كده وعمره يجي شهر. قعدت أقول طيب الحمد لله. اللهم لك الحمد. ده تاني حلم. طيب خليك معايا الأول. الرؤية الأولانية بتدل إن ده نصر ليك من ربنا. والثانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغنم غنيمة. يبقى أنت هتدرك الخير. طيب ربنا أحيا لك الشيء بعدين ما أنت حسيت إنه مات. يبقى هنا أنا عايزك تواظب على طاعة ربنا والحمد والشكر اللي ربنا مديهولك دون. لأن ربنا قال ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى أنا طالما فيه ان انا بشكر ربنا هيزيدني من النعمة، والله اعلى واعلم.